لبرج الثور الشمسي والقمري والطالع، ولا تنسوا أنها قراءات معممة قد تنطبق كليا أو جزئيا، لذلك خذوا ما ترتاحون إليه من الرسالة والباقي خلوه ليرحل في سلام للكون، فهناك شخص آخر كيستنى هذه أو ينتظر هذه الرسالة. كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. سنقوم بالقراءة ثم سنرى ما هي رسالة الملائكة، ملائكة الحب ورسالة الرسالة السحرية. كنتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. ولنبدأ بسم الله. بسم الله، أتمنى لكم حظ سعيد. بسم الله. بالنسبة للصحة عزيزي برج الثور، أن أرى أنك يعني عندك شوية ديال ستريس، يعني الإجهاد، تعاني قليلا من الإجهاد الستريس، وهذا بسبب العمل، يعني تعمل كثيرا في هذا العمل ولا يقدرون مجهودك واخا. كذلك أرى أنك يعني ستتعرف على شخص أو على أشخاص وستبدأون مشروع جديد. نعم، يعني ستترك هذا العمل الذي يسبب لك هذا الأرق، يعني هو عمل متعب بزاف وشاق، يعني روحيا وجسديا واخا. وستبدأ مشروع إما لوحدك أو مع رفيق، نعم، أو البعض منكم سيبدأ عمل جديد وسيترك العمل الآخر، هذا ما أراه. وفي هذا العمل الجديد، سواء كان مشروعك أو عمل جديد، أنت ستكون مرتاح بزاف بزاف بزاف، ستكون مرتاح كثيرا واخا، يعني تغيير إيجابي واخا. بالنسبة للطاقة، طاقتك أنت تحتاج للتغيير، يعني ما زلت في تلك في طاقة التشاؤم التي رأيناها في الشهر الماضي في مايو واخا. لذلك تقول لك الكرت أن يجب عليك التغيير، تحتاج للتغيير، ولا تخاف يعني في هذه الحياة. وهذا الكرت تقول لك أن شعارك في هذا الشهر هو توكل على الله، يعني أن تتوكل على الله وما تخافش، يعني زد القدام واخا. هذا فيما يخص العمل وطاقتك. بالنسبة للعاطفة، أرى أنك عشت قصة حب يعني جميلة، لكن انتهت، لكن لا أرى يعني لا خيانة ولا شيء من هذا القبيل، لكن هذا الشخص ربما يعني هو من بلد آخر أو من مدينة أخرى، يعني عشت مع قصة حب ورحل، يعني عاد إما إلى بلده، لكن أرى رحيل، هذا الإنسان رحل وتركك واخا، ولم يقدر، يعني لم يقدرك أنت كإنسان وكحبيب، رحل واخا وخلاك واخا. وانا ارى كذلك انك يعني انت دائما تقول انك لست محظوظ، ما عندكش الزهر، مسفو، هذا خطأ. واعيد انك يعني لا تريد الخروج من الحزن والتشاؤم. والكارت تقول لك انها ليست مسألة حظ عزيزي برج الثور، بل فقط يعني هي تجارب نعيشها في الحياة ونتعلم منها للنمو وللتغيير الايجابي. لذلك أرجوكم يعني دعوكم من هذا الكلام، لا أنا ما عنديش الزهار، لا أنا مزيان بزاف، ولذلك أنا طيب جدا، ولذلك تحدث لي أشياء سيئة وسلبية. لا، هذا ليس صحيح، بالعكس أنت طيب، وأنت يعني إذا كنت طيب بالعكس هذا ما نعطيه للكون، وهذا ما يرجع لنا الكون وليس العكس. هذه هي الحكمة والقانون السماوي، وسأردد هذا طوال حياتي، لأني يعني أتكلم عن نفسي ويعني عن تجربتي في الحياة واخا. إذن من جديد يقول لك الكارت التغيير، يصر على التغيير، أن تفتح عقلك، open your mind واخا. وأرى عزيزي برج الثور بركة سماوية، لا ماشي بركة، بركات سماوية، يعني في كل الأصعدة بركات سماوية
نعم، ولكن لتصل هذه البركات السماوية تحتاج إلى التغيير، يعني تغيير طاقتك، يعني تحتاج إلى أن تفتح ليس فقط عقلك بل قلبك للخالق، يعني الإيمان من جديد، الإيمان بأن الأحلام تتحقق وأن الله يساعدنا دائما وكيحمينا والله معنا دائما. أمي دائما تقول سيري عبدي لا تخاف، نعم سيري عبدي لا تخاف، يعني يجب أن تثق بالله، يعني الشعار شعارك هذا الشهر هو توكل على الله ولا تخاف. نعم نواصل. أنت ما زلت تفكر في ذلك الشخص، يعني هذا ذلك الشخص أساء إليك لأنه لم يقدرك، ما زلت تفكر في هذا الشخص، ما زلت تفكر كثيرا كثيرا بزاف، لكن بعد هذا يعني هذا الحب، يعني هذا الحب يعني حب الماضي، سيصل حب جميل، حب جميل سيصلك عزيزي، حب واستقرار، هذا ما تقول، يعني هذه هي النهاية، وأرى أنها طاقات ربما الحب الأول أو هذا الحب، المهم أنا سأقول طاقات، الطاقات هي ترابية مائية وكذلك نارية، ربما الحب الأول كانت لدي هذه الطاقات أو الحب الثاني، يعني أنت شوف بنفسك، أرى طاقة مائية ترابية ونارية، واخا إذن حب جديد وجميل غادي يوصل، سيصل قريبا، هو الحب الذي كنت تحلم بها طوال حياتك، نعم سيسعدك و يعني سيعيد لك هذه الطاقة الإيجابية التي فقدتها، لأنك يعني ما زلت تغرق، يعني كل هذه الكارتات هذه الكارتات الموجودة هنا تغرق في هذا التشاؤم الذي رأيناه في الشهر الماضي، نعم تغرق في من حين لآخر وتفكر ربما في هذا الشخص الذي أساء إليك ولم يقدرك، وتغرق في التشاؤم، لكن يعني هذا الإنسان الذي سيأتي سيحبك من قلبه، يعني لا علاقة له بما عشته في مع هذا الإنسان الآخر، واخا كل سيعطيك كل ما لديه، سيعطيك كل ما لديه يعني ماديا ومعنويا، الله شوفوا الله شوفوا تغيير جميل بزاف 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 بزاف، الله يكفي يعني يكفي يكفي هذا الكرت، يعني تقول يعني أنا أتكلم والكرت تقول لي نعم، هذا الإنسان سيعطيك حبه وسيرفع معنوياتك وسيهيب لك كل شيء، يعني كل ما لديه ماديا يعني معنويا كل شيء، وسيجدد طاقتك عزيزي، واخا لكن أنت يعني لا يجب ليس من الضرورة أن تنتظر حتى يجي هذا الإنسان عاد نكون أنا سعيد، يعني يجب أن أنتظر هذا الحبيب الجميل لكي أكون سعيد أو سعيدة، يعني ما خصكش يعني تعيشي حياتك وانت يعني أنا يعني أنت يا زعما إذا ما كانش هذا الحب، إلى يعني إذا لم أتزوج وإذا لم يأتي هذا الحبيب أنا لن أكون سعيدة، يعني أبعد هذا التفكير أو أبعد هذا التفكير من عقلك أرجوك، لأنه نعم الحب سيأتي، هذا ما تقوله الكارت، سيأتي حب جميل جدا جدا، لكن أنت يعني يجب أن تدافع عن نفسك، يعني أن تحقق نموك الشخصي بوحدك لوحدك، حاول أن تقوم بتحقيق أهدافك لوحدك، ارفع روحيتك ومعنوياتك لوحدك، يعني ما خصكش تستنى نعم ما خصكش، يعني لا يجب أن تنتظر حتى يجي هذا، لن تستنى حتى يجي الحبيب وأنا ذاك سأكون سعيدة أو سعيد، لا كن سعيد لوحدك فالأشياء ستأتي، واخا لتحقيق نموك الشخصي لابد أن تقترب من الخالق، لأنها صدقوني وهذا كلام إيمان، ليس هناك أسهل طريقة عزيزي لإيجاد السلام الداخلي والسعادة الحقيقية الروحية،
لكن السعادة الحقيقية ليس السعادة المادية والدنيوية، لا، السعادة الحقيقية هذا الهناء والسلام والوئام الداخلي الذي نحتاجه كلنا. كيف؟ الاقتراب من الخالق. سهل سهل والله سهل، اقترب من الخالق، فكر وادعو الله كثيرا، صافي صافي، يعني هكذا، يعني هكذا سهل، طريقة سهلة، ليس هناك أسهل طريقة لتجد سعادتك ووئامك مهما كانت الوضعية، واخا كانت قراءة جميلة. لنرى ما هي رسائل الملائكة. تقول سامح وتعلم، حرر نفسك من الماضي لكي تعيش الحب، نعم، لكي تعيش الحب في الحاضر. هذا ما تقوله، يعني يجب أن تسامح، ربما يتكلم الرسالة عن هذا الشخص الذي أساء إليك، أن تسامحه وتتعلم لكي تعيش الحب فيها، في يعني أن تنسى الماضي وتعيش الحاضر. الثانية هذه يعني سبحان الله تشبه هذه الرسالة، تقول لمن يعني من يجب أن تسامح، يعني هناك شخص يجب أن تسامحه أنت عندما تتحرر من غضبك وحقدك، ستكتشف أن الأمنيات تتحقق. نعم، رسالة جميلة، كنتمنى تكون عجبتكم القراءة، وأرجوكم تفعلوا ويعني بدلوا هذا التفكير الإيجابي، وأنكم ليس لديكم حظ، هذا ليس صحيح، كلنا محظوظون، ما دمنا نعيش في هذه الحياة فنحن محظوظون، يكفي أن نستيقظ في الصباح ونحن يعني أحياء، يكفي ونرى الشمس في السماء لكي نكون محظوظون ومحظوظات. واخا كنتمنى لكم الخير يا ربي الحبيب، كنتمنى تحقق كل الأمنيات ديالكم، كنتمنى لكم أهم شيء هو السلام الداخلي والوئام الداخلي. نعم، تطلبون مني أن يعني ندعي معكم، وأنا عندما أقرأ التعليق تقولون إيمان دعي معايا، أنا كندعي معكم دائما، كندعي معكم من قلبي صدقوني، والله يفرحكم يا ربي، الله يفرحكم في هذا العواشر وفي هذا العيد الكريم يا ربي، وكنتمنى لكم الخير وكنحبكم بزاف بزاف بزاف. آمين، لا تنسوا هاد الكلمة، آمين يا ربي، آمين آمين مهمة، شنو غادي نتكلموا على آمين، لأنها كلمة بسيطة لكن قوية بزاف. شكرا لكم، بالسلامة، كنحبكم، إلى اللقاء.